سرطان ثدي من 2016، وحيت البزولة وحيت فتح على يعني محيدة البزولة محيدتها تحت الباط 14 والسيسة، وحيت القواط حتى هما مرضوا ليا. والحمد لله دوزت الشيمي، دوزت البولا، دوزت معاناة ديال السرطان. اللي عارف سرطان هو اللي غيعرف. واللي عانيت مع سرطان الدواء ديالو باقا كنشرب الدواء ديالو، هو الفانيد ديالو بزاف. انا كيخرجوا لك الطبيب كيخرج لك 3 شهور، عاود تكملي داك 3 شهور كيقول لك الحل الوحيد هو هذه. دابا انا ما شربتش هذيك، تنضطر نمشي نشري الفانيد الازرق اللي في الحانوت، حتى شتي بدا يضربوا لي العرق، تنبدا نغوت في الليل، تنبدا نحط غير الثلج على ودنية على راسي، على رغم ما هو تقطع لي عرق في الودن ودار لي موراجي، هيا باقي الدم مجموع. كنمشي عند الطبيب كيقول لك هادشي خصو العمليه، والعمليه حنا ما نقدروش نقيسو. يوميا يوميا خاصني بواطه في النهار ديال تختو، عندي تختور الدم الحاد، عندي تحليله كنديرها كل 15 يوم. ملي كنديها لهم كيقول لك الحل واحد هو هاد البرا، ما دقيتيش هاد البرا تقطع لك بزاف العرق في راسك، في الريه ديالك، في بزاف د الحوايج. البرا ما خصهاش، خصها الوقت دق في الوقت، وفي الليل عاوتاني دق في الوقت، ويوميا ما خصكش قطعها. انا عييت بزاف، هاد البرا عياتني والدواء عياتني، عياني وما لقاتش الحل. دابا كتمشي عاوتاني مخرج لك السكانيرات، حيت ماشي البرا بوحدها، مخرج لك فازة القلب، مخرج لك راه كلشي الوراق عندي، ها هما كلشي عندي. انا ما غاديش نكذب على خوتي المسلمين، راه كلشي عندي الوراق، كلشي اللي بغى يجي يشوفني يشوفني. تنطلب من المحسنين يعاونوني غير في الدواء، ولكن شي عمليه، حيت عندي عمليه انا درت الاولى ديال العرق، ومازال عندي وحده اخرى عمليه كبيره، العرق الكبير تسد بسبب الدم تخثر. تنطلب من الناس يعاونوني في الدواء، الله يجازيهم بخير، الناس اللي عندهم والناس اللي مسك عليهم الله، الله يجازيهم بخير ويعطيهم صحتهم. انا غير هذا الدواء هو اللي لما شربتوش راه ما كنوضش، ما كيزرقوا لي اليدين الرجلين العينين من الفوق، لدرجه الماء اللي الدموع اللي كانوا تيدوزوا ما تيخرجوش، ولا تيخرجوا لي انا برا لحقاش العرق الصغار تبوشها.